لقد كانت رحلة طويلة لكن دون ضغوطنا، كان لدينا الوقت من أجل هذا. لم يكن هناك مرحلة سابعة للدراجات النارية. بزة تيليتابيز خاصتي إن أشبه بالفراش، بوسع النوم مباشرة. ستكون ليلة ممتعة مع جميع أصدقائنا معنا، سنمضي وقتا ممتعا، أتطلع قدما لذلك. إنه وقت للضحك على السيارات التي لن تجد أي آثار تسير عليها. لقد وجدنا الملخصات، لقد تاهوا من دون الدراجات. ومن ثم وصل السائقون. تحتاج لهذه كي تنام جيدا ليوم الغد. إنه مخيم مبيت تشاركي، بعض المشاركين كانوا أكثر من مستعدين للتأقلم مع غياب رفاهية المقرات المتنقلة أكثر من غيرهم. هذا المقر المتنقل هو أفضل ما رأيت على الإطلاق. علينا سؤال لوب إن حظي بيوم جيد داخل خيمته الجديدة. المرحلة الثامنة تنطلق من الدوادم وتنتهي في الرياض، حيث سيجد المشاركون أنفسهم أمام بحر من الكثبان الرملية الهائلة. لقد عاد الدراجون مجددا إلى المنافسات بعد استراحة يوم أمس، فقد كان الأسبوع الأول من الرالي مع الكيلومترات العديدة والأمطار الغزيرة منهكا جسديا وذهنيا لهم. ساعات قليلة كانت كفيلة برسم الضحكة على وجوههم. أشعر بحالة جيدة ويبدو المسار حماسيا، لا سيما بأنه رطب، لذلك أعتقد بأنه سيكون يوما ممتعا. أقوم بالإحمالان. المسار جيد، لذلك ستكون مرحلة سريعة. إنه ليس مشهدا من أحد الأفلام الهوليوودية، ولكنها مشاهد واقعية من قلب صحراء المملكة العربية السعودية، حيث يبذل جميع الدراجين كامل جهودهم سعيا لإيجاد أفضل المسارات التنافسية. كم هي رائعة، مدهشة ومذهلة تضاريس هذه المملكة. تصدر لوسيانو بنافيداس المرحلة السابقة، لذلك استعد من أجل افتتاح منافسات اليوم. بدا ضائعا من دون امتلاكه لأسرار الملاحة الجيدة، ليخسر الكثير من الوقت وينهي يومه في المركز 21. قال دانيال ساندرز أن مرحلة اليوم كانت صعبة للغاية من الناحية الملاحية، إلا أنه كان من السهل تتبع آثار عجلات منافسيه، الأمر الذي حاول بابلو كوينتانيا فعله كذلك ضمن المعركة التي جمعتهما على منصة التتويج. ساندرز تمكن من التغلب على كوينتانيا الذي اكتفى بالمركز الرابع، ولكن من المؤكد بأنهما استمتعا بهذه المسارات المليئة بالكثبان الرملية. سيحاول الدراج التشيلي الآن الضغط بقوة من أجل التقدم أكثر في الترتيب العام الذي يحتل فيه المركز الخامس. أراد ميزن كلاين تحقيق الفوز في هذه المرحلة بهدف تعزيز مركزه في صدارة الترتيب العام، ولكنه حل ثانيا بعد القسم الأول قبل تلقي عقوبة زمنية بسبب سرعته خلال مرحلة الوصل أرجعته للمركز الثالث. قضت المرحلة الرابعة على أمال روس برانش في المنافسة على اللقب، ولكن ذلك لم يمنعه من تحقيق الفوز اليوم. كان أسبوعا صعبا بالنسبة لنا، وكان من الضروري أن أعود إلى القمة من أجل نفسي ومن أجل الفريق الذي يستحق التواجد في المقدمة. أنا سعيد بمرحلة اليوم ومتحمس لبقية المنافسات. كم بلغ زمن العقوبة؟ الأمريكي سكايلر هاوز لا يزال محافظا على صدارته، ولكن بفارق 13 ثانية فقط أمام كيفن بنافيداس وميزن كلاين. يا لها من معركة جنونية ضمن هذه الفئة. مشكلة تقنية، أعتقد بأني تعرضت لمشكلة في نظام الوقود، وأنا الآن بانتظار الشاحنة، لذلك انتهت المرحلة. كان الدراج الأرجنتيني مانويل أوندويار الأسرع في مرحلة اليوم،
ولكن قيادته لم تخلو من بعض الهفوات قو قوعه، إلا أنه كان سريعا في النهوض واستكمال مشواره، محققا الفوز بفارق دقيقتين أمام منافسه الفرنسي ألكسندر جيرو الذي يقود بكل ثبات في سبيل تعزيز صدارته أكثر وأكثر ضمن الترتيب العام، حيث اقترب من تحقيق لقبه الثاني على التوالي. أعتقد بأنها كانت مرحلة جيدة، حاولنا الابتعاد قدر الإمكان عن الصخور، لن نفوز اليوم بالتأكيد فذلك غير ممكن. يعيش جيلان شيشيري أفضل أيامه في رالي داكار منذ المرحلة الخامسة، حيث تمكن اليوم من تحقيق المركز السادس. لم يكن الفريق بأكمله محظوظا على الإطلاق، لا يسعنا سوى الضغط وأنا سعيد للمواصلة في هذا الرالي. بعد أن كان مسرعا أكثر من اللازم عوقب ساينز بإرجاعه من المركز الأول للثالث. كنا حذرين منذ البداية، بيد أننا ضغطنا بعد ذلك عقب الوصول للكثبان الرملية. أنا سعيد للغاية بتواجدي في المركز الثاني. تواجد ناصر العطية للمرة الرابعة هذا العام ضمن المراكز الثلاثة الأولى، أداء ثابت على طريق إحراز اللقب الخامس في مسيرته. تراجعنا إلى المركز 31 ضمن الترتيب العام ونحن الآن ضمن الخمسة الأوائل، بإمكاننا المنافسة على منصة التتويج. حقق سيباستيان لوب الفوز بهذه المرحلة بعد عقوبة ساينز، وهذا هو الفوز 18 في مسيرته بدكار التي بدأت في 2016. لم نذكر السائق البولندي ياكوب شيغونسكي في الأيام السابقة، ولكن تسجيله للمركز الخامس في هذه المرحلة يحتم علينا احترام مهاراته القيادية. وكأن الذي نشاهده أمامنا أشبه بمنافسات الدريفتينغ، ليس على المسارات الإسفلتية ولكن على المسارات الرملية في قلب الصحراء. ما أجمل هذا الرالي. جميع السيارات في داكار معرضة لأن تغرق إطاراتها في الرمال الناعمة، ما يعتبر بالفعل من أصعب التحديات التي قد تعترض المنافسين. واجه الشيخ الإماراتي خالد القاسمي سائق أكس ريد ميني هذه المشكلة، ورغم جميع المساعي لإخراج السيارة إلا أن الجهود باءت بالفشل، لكن سرعان ما تحولت هذه اللحظات القاسية إلى سرور وارتياح، فقد وصلت يد العون أخيرا لتظهر روح الفريق في أبهى صورها حين توقف زميله بهدف سحب السيارة بعيدا عن هذه الرمال المخادعة. من المؤكد بأن أولاف لون الملاح المخضرم في بطولة العالم للراليات لم يكن يتوقع أن يكمل يومه وهو يجرف الرمال بعيدا عن الإطارات. تم إخراج السيارة بنجاح والحمد لله على السلامة. مرحلة أكثر من رائعة للعطية الذي يحتل الصدارة أمام زميليه في تويوتا هانك لاتيجن ولوكاس مورايس، فيما يتواجد لوب بالمركز الرابع. لدينا بالفعل ستة فائزين بعد ثمانية أيام ضمن فئة التي3، واليوم أمامنا فائز سابع ابتعد جواو فيريرا في الأمام عند الكيلومتر 90 ولم ينظر خلفه. كانت مرحلة رائعة إذا لم نواجه المشاكل، قدمت وتيرة قوية من البداية وأنا سعيد للغاية بتواجدي هنا عند خط النهاية. غيوم دومافيوس يتقدم على الأمريكي أوستن جونز في صدارة الترتيب العام بأكثر من ثلاث دقائق بقليل، بينما ساث كوينتيرو بعيد في المركز الثالث. واجه السائق الأرجنتيني جريمي أسفيريولي خيبة كبيرة العام الماضي عندما لم يتمكن من المشاركة بالرالي بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولكنه وصل هذا العام أخيرا إلى السعودية للمرة الأولى محققا الفوز بالمرحلة الثامنة أمام السائق المحلي ياسر بن سعيدان. تواجد في المركز الثالث السائق التشيكي أليس لوبرايس الذي فقد ثلاث دقائق ونصفا لصالح المتصدر. يواصل ميتشيل فان دام برينغ تقديم أداء جيد، حيث خسر الفوز بمرحلة اليوم بفرق 59 ثانية فقط، ولكن الفوز كان من نصيب مارتن ماتشيك، إذ وعلى الرغم من تأخره في وسط المرحلة ولكنه كان الأسرع للمرة الثالثة هذا العام. وسع لوبرايس من صدارته في الترتيب العام أمام فان دام برينغ الأب
بينما 47 ثانية فقط تفصل بين فان كاسترن وماتشك ضمن صراعهما على المركز الثالث. ها قد انقضى الأسبوع الأول من رالي داكار 2023. لقد كان مليئا بالتناقضات، لحظات الانتصار والهزيمة، الانسحاب والصمود، الإرادة والإنهاك. وهذا هو جمال داكار، إنه التحدي الأصعب على الإطلاق في عالم المحركات، ولا نكاد نطيق صبرا لانطلاق منافسات الأسبوع الثاني التي تعد بمنافسات جنونية حتى الرمق الأخير.